تفضل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم وسام البحرين من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، والتي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من كبار الضباط بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم في القيادة العامة بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب الجلالة وتهانيه على الأوسمة بمناسبة احتفالات قوة الدفاع السنوية. مثل ما تعرفون قوة الدفاع دابت على هذا التكريم كل سنة، دائما يكرمون الضباط المميزين والمستحقين للأوسمة بتطبيق مبدأ دائما الثواب دائما بعد الله سبحانه وتعالى. الضابط اللي يقوم بعمله بشكل جيد وتكون نتائجه ولله الحمد جيدة يكون دائما من المميزين بالتكريم، وإن شاء الله هذه المناسبة دائما تتكرر وياكم على خير. الله سبحانه وتعالى من علينا الحمد لله بهذا الاستقرار وبأعمالكم الطيبة بالمحافظة على الأمن والسلم الوطني وجاهزيتكم في قوة الدفاع أدت إلى هذا المستوى اللي وصلنا له اليوم. لنا أخوان طبعاً الآن منفتحين على جبهات القتال، ندعو من الله إن شاء الله لهم التوفيق والسلامة والأمان والرجوع إلى أبنائهم وأهلهم، وهذا اللي دائماً إحنا نتذكرهم. وأيضاً بعد نقرأ اليوم الفاتحة على شهدائنا الأبرار الله يرحمهم بهذه المناسبة. هذه السنة 54 ولله الحمد في تأسيس قوة الدفاع اليوم انتهت على خير ولله الحمد. السنين القادمة إن شاء الله ستكون بعد إن شاء الله سنين ترفع جاهزية قوة الدفاع فيها في مجالات كثيرة، واللي انتم ان شاء الله بتشوفونه بعد في هالسنين القليل الجاي ان شاء الله سنتين او الاقل في نقلات نوعيه ان شاء الله بتصير وبعضها صار الان كتوقيع ترفع ان شاء الله من مستوانا. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ونراكم دائما وانتم بخير وان شاء الله وطيبين. نقلوا تحياتي للضباط والافراد اللي وياكم، تقديري لعملهم اللي يقومون فيه كل يوم. إن شاء الله دائماً نلتقي وياكم على الخير والبركة إن شاء الله. هذا وقد أثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود الطيبة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين، منوها معاليه بتضحياتهم المخلصة من أجل سلامة وأمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وتأمين حدوده، وما يقدمونه من تفاني في البذل والعطاء من أجل إعلاء راية الوطن وصون مكتسباته ومقدراته، متمنيا معاليه هذه القوة الوطنية الشامخة الاستمرار في التقدم والازدهار لتبقى بإذن الله تعالى الحصن المنيع لهذا الوطن غالي. حضر الاحتفال سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع وعدد